يا صباح الفل والورد والياسمين على كل المستمعين الجمال، أهلا بكم في حلقة جديدة، وإن شاء الله تكون حلقة مفيدة وفيها معلومة جديدة. هنتكلم النهاردة عن هل النفس أمارة بالسوء ولا النفس مسكينة، ما يعني بعيدة كل البعد عن هذا الاتهام التعميمي اللي أنا بعتبره خاطئ. معكم أحمد عمارة، استشاري صحة نفسية بالطاقة الحيوية، ويلا نتكلم عن النفس، لأن النفس مظلومة، وأي إنسان بيتهم النفس بأنها أمارة بالسوء بيظلمها ظلم بين. عارف أنك ممكن تقولي ده موجودة في القرآن، فهسألك سؤال وأقولك، هو كل اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره في القرآن هل هو كلام الله بس، ولا قد ينقل كلام على أشخاص؟ مش في يهود مثلا قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، في ناس قالوا يد الله مغلولة، ويد الله مغلولة كلمة مكتوبة في القرآن. طب مين بقى اللي قال إن النفس أمارة بالسوء؟ هل ربنا اللي قال؟ لا، اللي قال امرأة العزيز عشان تتحمي نفسها وتبعد التهمة عنها، لما كانت بتحاول يعني تراود يوسف عن نفسه، قامت قايلة إيه؟ وما فعلته إن النفس لأمارة بالسوء وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. فهي اللي قالت كده. في ناس كتير بقى أخذوا الجملة دي واعتبروا النفس أمارة بالسوء. أنا عايز أقول لكم ده تعميم خطير وخطأ، بيخليك تكره النفس وبيخليك تتعامل معها كأنها عدو. تقوم النفس أوتوماتيك تبدأ تقاوم فتعندك، وتبدأ تدخل في مشاكل نفسية كتير بسبب الموضوع ده. النفس فيها الاتنين، فيها الإيجابي وفيها السلبي. النفس محايدة، وبالتالي لو انت بدأت تغذي فيها الشيء الإيجابي هتبقى النفس بتأمرك وبتدي لك حاجات حلوة إيجابية اللي بنسميها إلهامات وحاجات ملائكية. لو انت بدأت تتكلم مع النفس كلام سلبي وتحقر منها وتقاومها وتكرهها بمنتهى القوة، النفس هتتعب وهتبقى عايشة في ألم، وهتلاقي نفسك يعني نفسك بتموت. في ناس كتير نفسها بتموت عايشين معانا ولكن نفسهم ميتة. ومن علامات موت النفس قلة الاستشعار بالمتعة أو إحساس المتعة أو السعادة أو الراحة، وسرعة وسهولة إنك تتضايق أو تزعل أو تكون حزين. دي علامات موت النفس. ودايما الناس اللي نفسهم ميتة بتلاقيهم بيتهموها ظلما إن هي تأمر بالسوء. طب عمرك ما فكرت ازاي النفس أمارة بالسوء وربي قال لي ما ظلمهاش، وان في ناس بيظلموا نفسهم وربي قال لي نزكيها؟ ربنا قال قد افلح من زكاها. طب يا راجل يا بني ادم، هل انا لما اقول انها أمارة بالسوء انا ازكيها ولا ادسيها؟ انتبه، لان اللي قال كده هي امرأة العزيز. حاول دايما تهتم بنفسك. هقول لك شويه تجارب عمليه او تمارين بسيطه كده تعملها. فكرت مرة تحضن نفسك النهاردة؟ جرب كده، قوم اقعد مع نفسك، خد نفسك بالحضن وكلمها، والله هترتاح. قول لها يا نفسي انا ظلمتك كتير قوي، انا سبتك تعاني، ساعات بتبقي عايزة تبكي وانا بكتمك، من النهاردة هسيبك حرة، انت حرة، انا بحبك جدا، انت حتة مني وانت امانة معايا من الهي، من النهاردة سأزكيكي واهتم بيكي. وقوم بعد كده شوف حاجة انت بتحبها ترضي نفسك بيها، وقوم اعملها مكافأة لنفسك عشان نفسك بعد كده تساعدك انك تعمل الخير وتبدأ تفوق وتحس انك بتهتم بيها، بدل ما انت بقالك سنين بتدسيها. اهتم بنفسك، فرفش نفسك، روق نفسك. وخلي بالك، مش لما اقولك فرفش نفسك وروق نفسك معناها الغلط. انا فاكر مرة في محاضرة من المحاضرات كنت بقول ان احنا خلقنا لكي نستمتع، ام واحد قال لي استغفر الله العظيم يا رب، قلت والله المتعة اللي عندي غير المتعة اللي عندك، انت شكلك نيتك سودة. انا متعتي ايجابية، فلما اقولك روق على نفسك بتكلم في الايجابي، وكل واحد ونيته. ربنا يوفقك يا رب. كان معكم احمد عمارة، استشاري صحة نفسية بالطاقة الحيوية. أراكم بألف خير، وجعل الله كل أيامكم روقان وفرفشة وصداقة دائمة ممتعة مفيدة.